نعم نسمع. ونبي كريمة المخدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لنفسه يعني زيادة الطعام تؤثر على النفس، زيادة الطعام تؤثر على النفس. الأصل أن تقوم عن الطعام ولم تشبع، نفسك تشتهيه. أما لا والله لا أجد له مسلكة، هذا قالها أبو هريرة إيش مرة. أما أنت كل مرة لا أجد له مسلكة لا أجد له مسلكة، لا.